شرط منه. شرط إيه؟ طيب شو ما جاوبتك باول حلقه مظبوط اللي عم بيقولوا شرط ان يكون في نيه عند الفريق الاخر بوصول الى نتيجه بس عم بيقول ما بفهم مبررات بعض الافرقاء المسيحيين هيدي مبررات يا جورج كل اللي عم بيصير بالبلد منه كيف تنفهم حزب الله اليوم باي جو الكلام ما عم نسمع شو عم بيحكوا هالجماعة على التلفزيون اتهام الاخرين بالخيانه والصهيانه واستعمال السلاح بالشارع بالكحاله بغير الكحاله التهديد المباشر للقيادات الاخرى امبارح طلع الفيديو مش من سنه امبارح طلع الفيديو ما شفتوا للفيديو هالفيديو هل تحققتوا لحظه بس سؤال صار في عندكم خطوات قضائيه او قانونيه او شو ما عملنا شو عم نعرف انه هن بهالجر بيكفي تتابع التواصل الاجتماعي تبع جماعتهم انا فوت عندي شوف كم تهديد بالقتل فيه فوت بس فوت لحظة فوت فوت قبل فوت يعني انتو جورج انتو تعرف لك انت شيء بجمهور حزب اخر بلبنان غير جمهورهم هن بيحكي بالقتل بس وبيهدد بالقتل بس انتو سلف يعني ثبتوا التهمه انه حزب الله عامل الفيديو يلي فيه اطلاق نار على صورتك وعلى صوره الدكتور جعجع بس يعني ما في بس يا اخي شو اول مره يا شيخ سامي حزب الله لك شو اول مره بس سؤال حزب الله اذكى من انه يعمل هيك ولك يا جورج انه يعمل فيديو حط لي الفيديو على جنب حط لي اياه على جنب شو وافقه هي هي لا عم بحكي عن هذا الفيديو بدك طلع لك انا كل التهديد بالقتل يلي بيوصل لي انا بالمرة هلا جمهور التيار وحزب الله اوقات لما يعلقوا ببعضهم مدري شو بيعملوا ببعضهم على السوشيال ميديا يعني مواقع التواصل حافله بلغه فيها فلتان يعني بهالاطار يعني هيدا شيء ثاني يعني هذا يمكن بحاجه لضبط يعني كل حدا يضبط شارعه يعني هيدي مطلوبه يعني بالحاح انا حسألك سؤال تعرف لك شي حزب بلبنان من 15 سنة لليوم متهم باغتيال حدا غير حزب الله؟ صار في كل هالاغتيالات اللي صاروا مين المتهم؟ يعني حدا بيتهم مثلا التيار الوطني الحر انه قتل حدا؟ حدا بيتهم الكتائب اللبنانية انه قتلت حدا؟ حدا بيتهم وليد جنبلاط اليوم انه قتل حدا؟ الوحيد المتهم بقتل كل هالعالم حزب الله بس عندك وبالتالي يا جورج في سوابق يا جورج بس في سوابق يا شيخ سامي في محكمة دولية في رفيق الحريري في ناس وجهة نظر في ناس طلع فيهم أحكام هالجماعة وجهة نظرهم إنه هذا الاتهام جزء من الحرب المشنة ضدهم كمقاومة طب ما كمان بدك تنظر لوجهة نظرهم يعني هذه المحكمة وهذه الاتهامات هي جزء من الحرب المعلنة عليهم يعني هلا هيدا بيفتح لنا بيعمل 20 حلقه ونحن خلينا باللي نحن فيه انا عم فكر اعمل حفله تضامن قديش والله مظلومين هن عن جد يعني دمعتي عم تنزل وكثير متضايق انه كيف عن جد يعني كيف هالعالم متهمتهم زور بهالشكل عن جد شيء بيزعل طيب ليك سؤال طيب خلينا نعتبر كل هالاغتيالات هن ما لهم علاقه 7 ايار مين عملها انا بيقولوا لك هيدي كمان مش هن عملوها لا بيقولوا لك ردا على 5 ايار جايين عم بتشنوا علينا نوع من الحرب عم نرد جورج 5 ايار لحظه بليز 5 ايار في وزير اخذ قرار حكومي هذا اللي صار بخمسة ايار ما عجبهم نزلوا احتلوا بيروت بس خلينا نتفق مش انه ولا حدا رفع عليهم صحي مهن احتلوا بيروت لا في وزير اخذ قرار بوزارته احتلوا بيروت بليز خلينا لانه مشكلتك قد ما البروباغندا تبعهم قويه بالاخر واحد بيصير يصدق الكذبه اللي عم بيخبروا اياها كل النهار بدنا نرجع معلش نتذكر عن شو عم نحكي بس احلى ما نضلنا يعني نفتح يعني هيدي الامور يعني حكيت عنها بدي فوت انا على فاصل بس انا برايي رح نعمل نحن بحزب الكتائب حفله تضامن مع قديش هن مظلومين بالحمله اللي عم تنعمل ضدهم عن جد هلا بنشوف انا وياك نشتغل